اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن محمد. من خلال طبعا دكتور احمد بيومي وشرح بعض النقاط القوه للفريق مازيمبي، تعالوا كده نرجع على 3-4 نقط من اللي قالها دكتور احمد ونبدا نشوف ممكن ازاي النادي الاهلي يتعامل معاهم. عندهم رقم انه خلال من دور المجموعات لغايه مباراه بكره في 8 احرزوا 8 اهداف، منهم 6 اهداف من عرضيات من الجبهه اليمنى. تمام. الباك اليمين بتاعهم اكتر واحد بيلمس الكوره، عمل عرضيات اكتر من 14 عرضيه في المباراه الواحده، فواضح جدا ان الجبهه اليمنى لفريق مازيمبي جبهه قويه جدا. ازاي النادي الاهلي يتعامل مع هذه الجزئيه؟ باك يمين هجومي بشكل كويس، كرات عرضيه بتتعمل بشكل رائع، واستغلال كمان المهاجم المميز عندهم لهذه الكرات العرضيه. هي اهم حاجه طبعا ان يعني نحد من الكرات العرضيه بتاعه الراجل ناحيه اليمين، يعني ناحيه الشمال عندنا، يبقى نمنعه اساسا من انه يلعب عرضيات. ولو لعب عرضيات هي المشكله برضو اللي قابلتنا الفتره اللي فاتت. العبره هاني في ال 18 مش بكثره المدافعين، العبره بان انت تبقى مركز وعارف ان الكره العرضيه دي انا متوقع زميلي اللي قبلي ممكن يعني لو معاه مهاجم تعديه، لازم ابقى في حته التغطيه على الحته دي. يعني الناس ماسكه بس لازم يبقى في واحد حر للحاجات اللي هي دي اتلعبت لبره سنه هو يقدر يطلع عشان برضو الشوط من الخارج، او لو عدت. طب عند حته الواحد الحر ديت كان زمان بنعمل الليبرو، ايوه المتقدم. تمام. اللي هو عندك سيرد باكين وعندك عندك واحد يعتبر الليبرو متقدم في صحيح. وانت معاك الكوره بيبقى في نص الملعب. تمام. وانت معاكش الكوره بيبقى تحت هل احنا محتاجين حد في الجزئيه دي الماتش ده؟ يعني محتاجين اللي هيلعب ستة ده يقوم بالدور دوت، ولا محتاجين ان احنا نلعب بثلاثة ورا مع ان النادي الاهلي طبعا صعب يلعب بثلاثة؟ شايفها ازاي يعني نظبطها ازاي في الملعب؟ هو ستة مش هيعرف يعمل دي قوي، لازم هيبقى واقف برضو يعني قدام 6 يارد او شوية قدام من 18 شوية. عشان قدام السرد باكين، انما ممكن تمركز بقى المساكين في الكور اللي زي دي ما بقاش انا هاني لازق في الراجل بتاعي، لازم ابقى مدي نفسي يعني براح شويه بعيد سنه متر تقريبا لما تتلعب انا رايح، سواء قبل ما هو يلعبها او لو هيلعبها اروح قبله. انما انت عارف لما بتبقى انت وهو لازقين في بعض بيبقى من السهل ان هو يلحق قبلك، لان هو جاي باصص يعني وشه للمرمى بتاعك والكره بتتلعب، فيبقى اسرع ان هو يخطفها غير ان انت اما بتروح. فهو حد من المساكين بس ما يبقوش الاثنين لازقين كده وسايبين الحته اللي بينهم فاضيه ممكن واحد يروح يلطش الكوره. الرقم 6 ده هيبقى قريب من 18 عشان انت ممكن وارد قوي احنا في بعض الاحيان كنا بنطلع مع المهاجمين ما بتقدرش تلعبها على الجنب، يا دوبك بتحاول بس تبعدها عن اتجاهه او تبعدها عن دماغه، فممكن تنزل على 18 في حته ممكن الكره واحد الثانيه يعني الكره الثانيه دي مهمه جدا في الحته دي. وطبعا هي بالترتيب، هو الحد من انه الراجل يلعب يعني من ناحيه اليمين، طالما ناحيه اليمين يعني نشطه عندهم يبقى انا بكثف برضو حته يعني الراجل اللي هو هيلعب، انا ما اعرفش هو هيلعب باثنين ستات واحد ثمانية او هيلعب بالثمانية، ده لازم يبقى راجع في الحته دي مساعد اذا كان علي معلول هيلعب ناحيه الشمال او كده، لازم يبقى في برضو ايه يعني كفرنج ليه. تمام. هاخد السؤال برضو كابتن احمد، وانت كنت بتلعب باك يمين بشكل اكتر من رائع وكنت لعيب مهاجم يعني من المدافعين المهاجمين بشكل جيد. جزئيتين، هل الجزء الاولاني من الوارد نشوف المهام الهجوميه لعلي معلول قد تقل في هذه المباراه نتيجه ان هم عندهم جبهه يمنى كويسه فبنقلل شويه خروج علي معلول في هذه المباراه، ولا الجزء الثاني او انت وانت بتلعب ايه اللي كان بيضايقك انك ما تاديش واجبك الهجومي بشكل كويس؟ هل عمليه ضغط الجناح عليك بشكل مباشر ده اللي بيضايقك، او عمليه انك غلق المساحات عليك او الكوره ما توصلكش بشكل كويس هو ده كان بدايك؟ احنا بنحاول نوصل بس للمعادله، لو حبينا نقفل ناحيه اليمين دي افضل طريقه هتكون ايه؟ بص يا كابتن، هي سلاح ذو حدين ويقدر يستغلها مستر كولر كويس. اوكي. ان انا دايما علي معلول ما يؤخذ على معلول ان هو بيهاجم على طول، ان هو مفتاح لعبه مهم، لكن في المباريات دي مهم جدا ان خروجي بالكوره يطلع سليم، مهم جدا نسب دفاعي تبقى اكتر من نسب هجومي، زائد الجانب الايجابي اللي لازم يحصل ان انت لازم تلعب ورا الباك رايت،
يعني دايما الباك رايت يعني انت بتتكلم بقى السلاح اللي هو يضايقك شويه طبعا عشان تفكر ان انت تبقى هولد شويه على الموضوع، ما تبقاش طاير على طول ان انت تلعب في ظهره على طول. هتلعب يعني في ظهره على طول، هتبقى تقدر دي ثغره يعني، انا بتوقع ان دي ثغره تقدر تستغلها كويس. انا خلاص ما عنديش مشكله ان باك رايت او باك ليفت، ان انا ممكن اقف بشكل كويس. هيبقى لو بلعب بثلاثة في نص الملعب، ده برجع برضه يا كابتن هاني، هيرجع للثلاثة مين اللي هيبقوا في نص الملعب؟ لأن طبيعي في ثلاثة أتوقع إن مستر كولر هيلعب بثلاثة فلات، هيلعب بثلاثة 4-3-3، زائد إن هيبقى في حد من نص الملعب بيميل برضه ناحية الشمال، ممكن يقدر يقفل على الراجل. طيب ده كويس. حلو، هسألك وإحنا يمكن أنت وأنت بتتكلم الصورة كده بتلف، وبحاول أقارن حتى مباراة اللي اتفرج على مباراة المان سيتي وريال مدريد، استحواذ غير طبيعي للمان سيتي، لكن اول ما كان ريال مدريد بيقطع الكره، وكان ساعتها فينيسيوس كان بيلعب براس حرب، كان واول ما كانت الكره بتتقطع كان الكره دايركتلي على العميان زي انت بتتكلم يا احمد، بتروح ورا الباك اليمين في ظهر ولكر على طول، لان الحته دي دايما بتبقى فاضيه مع سرعات فينيسيوس، كان بتشكل خطوره كبيره جدا. هل ده وارد انه يحصل؟ ومين اللي هيتطرف ناحيه الشمال؟ يعني بتتكلم هنقطع الكره خلاص، يبقى نلعب ورا الباك اليمين، مين اللي هيروح في الحته ديت؟ هل راس حربه؟ هل واحد من ثمانيه اللي يكون مؤخر نفسه شويه؟ هل الجناح يكون مؤخر نفسه شويه ومدي المهام الدفاعيه لواحد من نص الملعب؟ اكيد يا كابتن، لو هنلعب بثلاثه هيبقى اللي هو مثلا لو بتلعب بسته وممكن ثمانيتين، اوكي، ممكن الثمانيه ده هيميل شويه، لكن لو قدرت مثلا ممكن عبد القادر، ممكن اللي ورا الباك ممكن يبقى عبد القادر، ممكن يبقى رضا سليم، اي لعيبه كابتن في المباريات دي مهم جدا ان انت تطلع عليه على الكره سليم، زائد ان انت تعمل الكونتر اتاك كويس يعني. بالظبط، دي 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 مهمه جدا سواء من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال. عشان كده انا برجح ان وسام ابو علي يبقى هو الفرويد اللي انت تقدر تستغله، ان هو بيقدر يتحرك كويس، بيسبب مشاكل للمدافعين، عنده سرعات مهمه جدا على الثلاثه اللي في الخط الامامي، يبقى عندهم سرعات بشكل كبير جدا، ان انت ما هتعمل الكومباكت او تعمل الخطوط الدفاعيه تبقى عايز تطلع على حد بقى يعني، هتطلع عايز على تطلع حد على حد اذا كان طبعا لينك اب يعني، في وقت من الاوقات يبقى يوقف الكره لغايه الناس ما تطلع، يا اما عنده سرعات يقدر يعمل هجمه مرتده يعني. اكيد ما فيش شك يا كابتن، عشان كده انا بطالب مثلا حد زي عمرو السوليه مهم جدا يتحكم في رتم لعب النادي الاهلي، حد زي قفشه ان هو بيطلع يقدر يطلع بالكره سليم، يطلع بالكره كويس، دي اللي هتفرق مع اداء النادي الاهلي. زائد ان مهم جدا نقفل على الجبهه اليمنى اللي هم بيقدروا يستغلوها بشكل كبير، ودايما يا كابتن هاني فريق مازيمبي ما بيلعبش من على قلب الملعب، كل لعبه على اطراف الملعب. صحيح. اعتقد ان انت لو قفلت له اطراف الملعب، ودي ميزه وميزات هاني كمان، ان هو بيقدر يقف كويس في المباريات دي، بيعمل مباريات كبيره، زائد ان علي معلول زي ما اتكلمنا ان هو يقلل الناحيه الهجوميه شويه، وتقدر أكيد تستغل حد تاني جناح تاني، وتقدر تقفل في نص الملعب، زائد الكور الثانيه الدفاعيه اللي ممكن كوكا يقدر يستغلها، او لو في عدم وجود مروان عطيه ممكن اكرم توفيق، ممكن ندفد. اتمنى ان نص الملعب مع خط الظهر يبقى تقارب الخطوط، زائد زي ما اتكلمنا ان احنا نطلع سليم بالكوره على السرعات الموجوده في الخط الامامي. انا بتفق مع فضل كان مهمه برضه، انا مؤمن بس اصلي بحاجه معينه في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. الناحيه الدفاعيه هي تحرك جماعي، صحيح، ما فيهوش تحرك فردي. الناحيه الهجوميه تحرك جماعي، بس احيانا كتيره بتبقى تحرك فردي نتيجه لمهاره لعيب واحد على واحد ممكن يعملها ويعدي، لو ما لقاش مسانده انا اقدر اروح بالكوره واحد على واحد. الناحيه الدفاعيه هي تحرك جماعي بحت، صحيح. يعني احمد كباك رايت او الباك ليفت عمره ما هياخد راحته في الدفاع او الهجوم الا اذا كان متاكد من الراجل السته بتاعه اللي موجود معاه ده هيبقى في ظهره في الحتة دي. احنا كسردباكات يا كابتن كنا بنلعب على التحرك الراجل الديفنس اللي قدامنا، يعني لو هو مغطي مساحه معينه انا مش محتاج ان انا اعمل كفرنج عليها، لانه اوريدي مغطيها. الله ينور عليك. انا متفق ان السردباكات او حتى الاجنحه او الباكات زي هاني او معلول هو متوقف حركته على الناس اللي قدامه. وفي نفس الوقت لو انا احمد بيلعب باك رايت وانا راجل مساك والراجل بيستلم الكوره ورايح عليه، مليون في المية انا هبقى عامل حسابي ان انا ابعد عن المان بتاعي شويه وسط النفس. بالظبط، وسط النفس عشان لو عدى الحق، صحيح، ما بقاش يعدي منه يبقى برضه انا هضطر اروح له، يبقى سبت الراجل بعيد عني. يعني هي هو تحرك جماعي جماعي وفهم للحته دي يعني. ده حقيقي.